مشاهدينا مرحبا بكم في اول برايم من برنامج نجم الجهه. بعد الجولة الناجحة اللي قمنا بها في مجموعة من المدن طنجة تطوان العرائش الحسيمة ومدينة شفشاون، تم اختيار مجموعة من المواهب. هذه المواهب العدد ديالها هو 26. وهذا البرايم بطبيعة الحال ما يمكن يبدا الا بحضور واحد الجانب اللي هو مهم جدا، اللي هو لجنة التحكيم. تبقات لجنة التحكيم. اذا غنبداو بالعضو الاول في لجنة التحكيم اللي هو أميرة السينما المغربية الأستاذة سهام أسيف. العضو الثاني من لجنة التحكيم هو موسيقي عازف متميز، هو الفنان يونس فخار. ثالث عنصر في لجنة التحكيم هو الكوميدي المغربي المتألق ابن مدينة طنجة جمال جميل. وأول مشاركة هي ممثلة مدينة طنجة انتصار كسكسو. كفاية
كفاية كفاية ده الشوق بيغني لك يا تجيني يا جيني الشوق بيغني لك يا تجيني يا جيني وتعالى يا غالي نور لي الليالي مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبت تعيت من الأشواق مستنياك وانا دايبة واللي هي شيماء برقاج من مدينة الحسيمة واللي غادي تقدم لنا أغنية ألف ليلة وليلة. شكرا شيماء بركاش من مدينه الحسيمه. وقبل ما ننتقلوا لمشارك اخر غناخذوا الراي ديال لجنه التحكيم في المشاركه الاولى انتصار كسوم مدينه طنجه استاذه سهام اسيف. بسم الله. اولا كيشرفني نحضر معكم اليوم في هذه القاعه هذه وكنبغي نحيي الفرقه الموسيقيه هذه من ناحيه. من ناحيه الثانيه الوغ غادي نبدا بالمتسابقه الاولى. المتسابقه الاولى انتصار كسكسو. نبدا الكسكسو اليوم الجمعه الوغ عرفتي شنو ما غدياش انا جايه من الرباط الوغ لا سنوفا. انا كنظن ديجا الواحد اللي وصل لهاد يعني مرحله غادي نقولوا البرايم الاول هي يعني مساله مهمه بزاف لانه ديجا هذا كيتسمى يعني الحضور ديالكم مهم بالنسبه لنا يعني في هاد النهار هذا. وكان بالنسبه للكسكسو كنت باغا عندي واحد الملاحظه وانه هذا غيكون بالنسبه للانتصار وبالنسبه لشيماء لو تراك
وانا شخصيا لحدي الان من بعد سنوات يعني في هذا الميدان باقي كيجيني لوتراك. هذه مساله عاديه جدا، ولوتراك يقدر ياكل الواحد من القدرات ديالو 70-80%. يعني الصوت ما كيبقاش يخرج، يعني اللسان كيرجف، الواحد كتحس بيه يعني كيرجف. يعني انا ما غاديش نحكم 100% على الاداء ديالكم، لان عارفه على انه لوتراك، ولكن سيكسو بغيت نقول لها انه فوالا الاختيار الاغنيه كان موفق، والعرب بعض المرات كان كيتخد بلوتراك. شيماء تنتي لوتراك اثر عليك بزاف، ولكن حضورك زوين، أدائك زوين، وبيان سو تخدمي شي شويه النطق ديال الحروف تعالي خص نعرف كيفاش ندير نطق الحروف، خصوصا الا غنيت اغنيه من طرب الاصيل خصني نعرف كيفاش ننطقهم. هذه مساله خصك تخدمي تشتغلي مع نفسك، واون بلوس انت باقا صغيره، باقي المسيره كبيره قدامك. نتمنى لكم التوفيق. شكرا استاذ سهام اسيف. اذن غننتقلوا من صنف الغناء، وغادي نناديو على أول ثنائي في صنف الكوميديا، أحمد أمين من الحسيمة. وأحمد وأحمد واش كتشوف اللي كنشوف ولا ما كتشوف؟ أنتاش كتشوف؟ هاي 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 الانتخابات 2015 فأخباركم ولا لا؟ الانتخابات ديال 2015 قربات، وملي كنهضروا على الانتخابات ديال 2015 كنهضروا على الناس كيكونوا كلشي مرفعين. اييه، وتا المواطن ديالنا في حس المواطنه تا هو كيمشي لصندوق الاقتراع. تفضل نعم سيدي تفضل، تا هو كيمشي لصندوق الاقتراع كيدلي بالصوت ديالو. اييه، وحتى الحاج مسكين كيستنى النوبه ديالو تا هو يمشي. انا نعم سواش خاويه ولدي هذيك كافينا خاويه غير الحاج ديالي. اييه كتجي الاذاعه على غفله غير الحاج. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام اولدي، عليكم السلام. الحاج شفتك دخلتي تما لديك لا كابين، ترشحتي ولا رشحتي اليوم؟ على مرشحتي بعدا في اللائحه ديال الترشيح. شتيح الترشيح الحاج ما شتيح لا. اييه انا كنت دايز من هنا ما فيا ما عليا، وانا نشوف هذيك كابينه ومع شويه كانت تحرق ليا الكرشه. صافي الحاج، صافي الحاج. بغيت نقول بغيت نقول لك الحاج، درتي شي بركه بعدا تماك؟ على من رشحتي؟ على من؟ اييه درنا البركه، ما نبقاوش ما نديروش كاع. اييه و و واش غنقول لك، رشحت على باباهم كاملين. كاملين صحاب، كاملين صحابي احبابي، هادوك احبابي. اش نتوما واش هما هادوك المعاونه ديال الزغاث ولا؟ شكرا السي الحاج، شكرا بارك الله فيك السي الحاج. اراكم دابا تخيلوا معايا المرشح واقف في القند ديال الدرب وباغي وكيشري الاصوات. واش مسكين ما عليه ما بيع دايز؟ انا نعم سيدي، الا بغيتي تبيع الصوت ديالك راه كنشريو. الصوت ديالي شحال باش كتشريو الاصوات هنا؟ شحال؟ 200 درهم الصوت. يا اجر ديالك هو 300 درهم يلا غا هنايا وصافي. ولا اللي انت المسخوط ديما كنشوفك في كنشوفك في الاخر، كنشوفك في الحومه. لا يرحم الوالدين، راجل زوين الصراحه، كدير واخا ما كدير والو الصراحه. لا يرحم الوالدين، شحال خاصك ديال الاصوات بعدا؟ شحال؟ شحال ما عندك نعم سيدي، انا كل صوت كنعطي عليه 200 درهم. قيد الاول بعدا واحد. بسم الله تبارك الله تبارك الله، نزيد واحد اخر هذا الاخر. تبارك الله نعمت. اش انت بعدا عندك الكود بين ديال الانتخابات موجود؟ سلط ايوه يا بيه. عايز ايه؟ عايز عروسه بسبب ايه؟ مش شعاركم؟ لا لا لا، نظفوا اسنانكم. لا لا لا، تبارك الله عليك يا خويا، تبارك الله عليك. اراكم دابا تمشي ليه واحد اخر. انا نعم سيدي، راه كاين الاصوات، الا بغيتي تدلي بالصوت ديالك راه كنشريو الاصوات. انت زيزون هايتك. اييه وراك نحتا الشماكري واخا مقطعين ما فيه وما يتشاف كاين شي حتى هو يتصوت. وكيفاش حنا ما نصوتوش ولا ايه؟ والعام هذا ما صوتناش العام اللي فات، وتاد العام عاود ايوا، وراه دوزت ملي وما رقيت تما حتى واحد اصاحبي. اجي اجي يا الشاب ديال اجي تصوت له يا ودي، عندك شي صوت؟ وفيت الساعة ما عنديش. عندك بطاقة النقيب ولا ما عنديش بطاقة النقيب؟ اجي لي يماك انت بعدا اصلا، انت عندك لاكارت ناسيونال؟ يمكن غلطت وصافي لا عندكم. راكم دابا تخيلوا معايا في 2015 ما نبقاوش نمشيو لصندوق الاقتراع. نمشيو غنعلو البيسي نعلو الفيسبوك ديريكت. اي نمشيو للصفحة ديال الانتخابات وراك كيخرجوا لك نعم سيدي المرشحين، كل واحد منين كيخرج وكيقول لك اضغط 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 لا
لايك. ولا ما درتش لايك كيفاش روخه؟ فعلا منا الشيطان منعك. ياخ يا وراك الإذاعة تامع شدت واحد الشاب على غفلة. السلام عليكم الشاب ديالنا. أشنو ناوي هاد العام يكون في الانتخابات؟ شنو هي الطموحات ديالك والمتمنيات ديالك الشاب؟ عليكم السلام. استسمع واقيلا ماشي شاب هذا نص نص. ايوا تنتا ويلي. المهم كنتمنى المرشح ديال هاد العام يكون في المستوى ديال تطلعات الشعب. كنتم مع محن صديق قناة تيريرين تيريرين زعبوت أمريكان كوبي. شكرا. تبارك الله على أحمد وأمين من مدينة الحسيمة. شكرا. والآن نشوفوا رأي لجنة التحكيم مع الكوميدي جمال. أيوة شكرا الله عليكم. بعد احلى حاجه بعد اللي كانت فيكم هي اللهجه بعد قتلتني انا سخفتينا. كتكونوا غتخلوا الريفيه وكتخرجوا عاوتاني. كنا عملنا بالريفيه وترجمنا في الجزائر يعني فوقاش قلتينا البارحه. نعم لا حيت الا كنت هضرتوا بالريفيه ما غنفهمكمش زعما الصراحه ما كنت تمنيت لو كان فهمها ولكن مزيان ملي ترجمتوا. كاين واحد الانسجام كبير بيناتكم صفقوا عليهم الله يخليكم في الشقه الصغيره. السجن موضوع مزيان وانا اخترتوه ديال الانتخابات اللي هو موضوع ديال الساعه وهذه هي الوقيته ديالها. موضوع اخترتوه ذكي كيبقى في السجن كاين موجود ديك الروح المرحه كاينه تبارك الله عليكم. المهم كيف بحال اللي قالت الاستاذه ديما في المسابقات بحال هكذا كيكون ديك لو تراك كيلعب الدور ديالو. فمهم الحمد لله دوزتوا الامور مزيانه لاحظتوا ان الجمهور كان كيضحك. موفقين ان شاء الله ان شاء الله يكون. تبارك الله على احمد وامين من مدينه الحسيمه. والان كنمروا الى الغناء مع المتسابق الياس الحمودي من مدينه العرائش باغنيه يديرك امو. صافي بليزير تن عمري مدى بيا من الغلب سيبا فاصيل عندي وحدة عزيز عليا نديرك أمور صافي بليزير انا عمري ما دبيا من الغلب سيبا فاسي عندي وحدة عزيز علي بنتي عمري احتفت الحال
شكرا. وكنديو على حسين تيفي مدينة تطوان. يلي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاك فاتنا وقال راجع على كاش اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا بعد العمر ده كله معاك فاتنا وقال راجع على كاش وانا دلوقتي لما بقابله عيني في عينه ما نزلها حتى الزيك استنصرها استكترها ما بيقولهاش يلي بحبه ضيع قلبي ضيع عمري ورحت بلاش حتى ازيك استكترها استكترها ما بيقولهاش يلي بحبه ضيع قلبي ضيع عمري ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش شفتوا ازاي في قلوب خيري شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خيري شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود طبع حبيبي ولا الاسود طبع حبيبي شفتوا ازاي في قلوب خيري شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خيري شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود طبع حبيبي ولا الاسود طبع حبيبي وانا من حيرتي ولهفه قلبي بظلم بس قلوب تاني حتى ازيك استخسرها استخسرها ما بيقولهاش اللي بحبه ضيع قلبي ضيع قلبي ورحت بلاش حتى ازيك استخسرها استخسرها ما بيقولهاش اللي بحبه ضيع قلبي ضيع عمري ورحت بلاش ضيع قلبي ورحت بلاش ميرسي. قلبي دامي قلبي دامي
ناخذوا الراي ديال لجنه التحكيم. نبداو بالاستاذ يونس فخار. صوتك زوين ولكن خصو عاوتاني كذلك كتخرجي على واحد شويه د واحد شويه واحد شويه كيك ماشي شويه واحد 50 فرانك مي تبارك الله عليك ونتمنوا ان شاء الله تكوني ان شاء الله من المحظوظين. ونخلي سهام لان بغات تقول لك شي حاجه حتى هي مهمه عليها ما بغيتش نقول كل شيء. تفضل استاذ سهام. جمال بس وشغلنا هو كيهضر. لا غير واحد ملاحظه لاحظتوا عليها قبيلتي انها كتشوف في السماء وهذا بان الفلوتخاك هذاك ماشي لوتخاك هذيك لا كونسونطراسيون عطا ربي في السماء شي واخا تشهر يقول ديك المغنيه اللي كتشوف في السماء عرفتوها راه هذيك مشكل ديال لا كونسونطراسيون ماشي ديال لوتخاك. المهم انا عجبتني هذه الاغنيه بزاف. هذه اغنيه جات مع الصوت ديالك مشيتي معاها وما انا ما راح ما قدرش نلاحظ ديك ال 50 فرانك ديال الفلته اللي فلتي قبيله يعني هو اللي غادي يلاحظ الدومين ديالو. تبارك الله عليكم وغراس الفرقه الموسيقيه الله يجازيكم بخير نعاودوا نصفقوا عليهم. شكرا مره اخرى للفرقه الموسيقيه حسين تيفي باش ما ننساش يعني عن صوت جميل اداء جميل حضور جميل كما واحد المشاكل ديال المخارج الحروف ديما حنا عندنا واحد المشكل بان ملي كنغنيو اغنيه شرقيه كنبانوا بان مغاربه اللي كيغنيو اغنيه شرقيه ماشي شرقي وهذا اللي كان يعجبني الحال بان نشوفوا اصوات كيغنيو الاغنيه المغربيه اللي كتروق الكنا ديالنا والنطق ديالنا ونعليو بالاغنيه المغربيه الشبابيه او التقليديه وان شاء الله باش نزيدوا بها القدام لان الحمد لله بان هاد الشباب اليوم اللي يعني في السن العمر ديالنا كاملين يعني انطلقوا بها واعطوها واحد البصمه جميله في العالم العربي. تبارك الله عليك. نرجعوا للاستاذه سهام الراي ديالك استاذه. كاين شويه ديال الصاد وكاين تبارك الله ديال الحراره ديال الحب ديالنا والوئام اللي واقع في هذه القاعه الجميله جدا. هذا شيء اكيد. الوغ غادي نبدا بسليمه. كنظن يعني تعطاتك هذه الفرصه مزيان خصك تكوني دابا فرحانه وقت تكوني واقفه وفرحانه ومبتسمه. كنبغي نقول لك انه توفقتي في هذه الاغنيه هذه في هذا الاداء ولكن دابا ما حد عندك هذا الوقيت هذا نحاول ندرب راسي اكثر داكوغ وباقي خصك نعاودوا نحسوا بالحضور ديالك معنا باقا كتشوفي شويه الفوق خصك تكونسونطري شويه تكونسونطري معايا شويه شويه. رايك حسين تي في مدينه تيفي رايي في جاد مقدم رائع الله يحفظك وجميل هذا سونا بوانا بيرسونا هذا تي واحد عندك الجمهور جاد لا وجاد مقدم من الوزن الثقيل كنتكلموا على الخضورات بيان سور. الوغ نرجع لحسين نتيفي كيف ما قال يونس جوستومون يعني هو يعني صافي انا بالنسبه لي وصل الفكره اللي يعني كنا تكلمنا عليها انا وياه مغربي وافتخر ولكن الا اختاريت اغنيه شرقيه نغنيها يعني بالطريقه ديالها بشرقيتها ندير لها نغنيها بلمستي الشخصيه نديرها يعني نديرها يكون عندي التوقيع الخاص ديالي ولكن ما نحش انه فحال مثلا بعض المسلسلات حنا اللي هي مسلسلات تاريخيه وتلعب باللغه العربيه الفصحى فلما كيجي ممثلين من عندنا وكيأدي الحوار ديالو بلكنه وبين انه من واحد المنطقه لا انا يعني ضد هذه الفكره هذه ولكن هذا لا يعني انه تبارك الله عليه بين مولف بالمسرح من الوقفه ديالو من الحضور ديالو واثق في نفسه اكثر من بعض المتبرعين الاخرين ادى الاغنيه مزيان بزاف كنظن يمكن في البرايم الجاي غادي يكون احسن ولكن تبارك الله عليه هو كان موافق ميرسي بوكو. والان كنمروا الى صنف الكوميديا مع جوج المتسابقين من مدينه طنجه معاذ وهناء. لابس ثروة لابس قبعة بس تشهدك عرفتي عاملة أصبر كتب لي من صبات باش ما أسير الله يعطينا وجهك شو أجم البيت نخلع به ولد أختي كيعمل بيبي في السروال وما كانش حشمتي كتضحك على السيدة وتينا لابسة صبات وسبردينة وانا هادشي ما ضاع شي لي فهمتي هادشي كبير عليك نقول كبير عليك يعني كبير عليك هادشي بعدا تينا تهضر على خالة ويدك عليك السروال مقطع مشرك فاس منه ما قلت لك شي تا هادي جدك الموضة زعما هاد الموضة خرجت علينا عباد الله سبحان الله تلمت في هاد الوقت كتجبرو ماشي عنده راسو مشوك بحال انفود ومهبط سروال تا ماشي بناتينا فيما تجي الطوال لو ملزام فيما تجي التصور
وبعدا والمهم بعدا ماشي فحال التلام ديال قبل اولا لا تبارك الله كانوا كيعرفوا الاستاذ غير من الخيال ديالو سبحان الله العظيم كانوا كيقراو وكتجبر الاخر ديال القسم ديالو مشمكر وحافظ سبعه اللغات المهم مشمكر مثقف وصافي المهم دابا نشوفوا النوع الاول النوع ديال اللي بغى يربح العام طويل فتح الاندلس طارق بن زياد هو غب وحده استاذ بنا مراكش يوسف بن تشافين هو غب وحده بنا جامع القلاويين فاطمه الفهريه مراكش بلي بوحديته تخرج عليا برا غدير عليا غب وحدي وغنجيب با جيبو الاستاذ اش عندك مع ابني بنك مكلخ مزلوط حمار مكلخ هاي هو غب وحده ولا اي مال حبيبي نشوفوا دابا النوع الثاني النوع ديال ماما غطيني سرق الزيت غيجيني اشكان اشكان انا الاستاذه ديال الانجليزي استاذه قيل كنتسناك مزيان ولدي اليوم غادي نعطيك درس ديال الحيوانات الحيوانات بحال التفاحات موزه بنانات دلاحات لا ولدي الحيوانات بحال بقره ارنب فهمتي واش احمر بحالك مثلا انا احمر المهم يا ولدي دابا نوريك واحد التصويره وتقول لي شنو فيها ما كتبليش يا استاذه هيا يا ولدي كتنعمل كفات هيا يا ولدي هاك الله لاين ماشي لاين كرانه الا ولدي هذيك يسميوها الناس دبدعات ماشي كرانه الله استاذه غير كرانه منزله المهم كان اورو بقرات حلوبون ودفدعون ماشي حلوبون الله يفرشك بردا وعلاش حيت ما عندنا فين نعملوا السطال ياك واش السطال ياك زيد شوفوا دابا التلامات فاش كيتلاقوا مع بعضياتهم على العشيره فين العشيره لا باس هانيا الحمد لله هكا تبان جيتي بكري اليوم اش نقول لك جرات عليا ديك الاستاذه الفرنسي قالت لي كومبلي لا فخاص جبرت كومبلي لي عاد كومبلي لي لا والله الا حتى حنا استاذ فيزيك ما جاش اش عنده مسكين كعلومات ما نعرف شي جد عليه بابا مسكين كتجي غير بالدراوج استاذ فيزيك كان كيلعب معنا الكارطه ديك استاذ طمات شي نهار يمرط ولا يموت ولا وساعه حرام والله الا حتى حنا ديك الاستاذ اللونغ اللي ما كتجيش ما نعرف علاش هذيك الشرفه اللي في عمرها 55 عام والله الا هي هذيك اش عندها حتى هي ماتت ولا لا العشان مشات تولد شي تموت والله يفك منو حاله يا هلا الشيخ الحق بيني وبينك والله ما كاين ما حسن من الدرس ديال اليوم اش من درس العشر درس ديال الارض كتعرف جوج ساعات وانا كنحسب شحال يجيب حقي ملي غيموت ديك الكارثه ديال الوالد اش يجي بعدا كتعرف مين كتجي ديك الشتا مين هادي من السما لا 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 عرفتها مين هادي من بقمك لا العشر شمن من فمي علاك الشمس كتطلع بحر بحر كيطلع لعند الشمس وديك الساعة كيتبخر وكتعاود ايوا تبرو لي كتكسكسو عزيزك ولا شير شو باينين كيشوفو فيه وي رجعنا واقيلا عرضة النقاش اولاد الوقت سالة الله ما كنحشمو بالله اصبح حنا كنهضروا على عيوب الناس وما شفناش راسنا وياه الاخوان الهضره تبعك تبعك وياه الواحد هو اللي عمل اللي على لوش قالوا ناس زمان الشبكه ملي كتجي تعيب على الغربال كتقول له سير سير ابو عيون كبار شكرا نشوفوا راي لجنه التحكيم الاستاذ جمال تحيه المعاد ولله هناء تصفقت عليهم بحراره ودابا عدتم لاعبين وسهام قتلي زعما جميل ان لقات يعني فكاهيه امراه عنصر نسوي اللي 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 كيقلال فصراحه يعني كاين واحد الانسجام مي بالنسبه للموضوع كان شويه يعني بالنسبه للحظيه مزيان خسرته ولكن عمرتوه بالنكات النكات حاولوا تهربوا منهم لان واخا الا عملتوا وحده ما فيها باس ودوزنا الاولى الثانيه والثالثه يعني حاولوا تهربوا من النكات لان النكات كيكونوا متداولين وتقدر تينا مثلا بقي الله بديتي تهضر فيها والجمهور عارفها تطيح انت اللي غطيح في مشكل مع الجمهور اللعب كان مزيان شويه كنتوا كتزربوا يعني كانت عندكم واحد الشكاره ثقيله خصكم غير فوق تحطوها المهم حاولوا تلعبوا على هذه القضيه هذه المساله ديال التحركات كانوا كنتوا شويه ريزيرفي يعني
اللي لاحظنا قبيله كان ديال الحسيمه كانوا شويه كيتحركوا مزيان، فهاد النقطه هذه لعبوا عليها حتى هي. المهم انا فهمت انا انك عندكم لي زاكسيسوار فهاد السكيتش هذا وتحيدوا. المهم حما ياثرش عليكم، مي تبارك الله عليكم وتصفيقات عليكم وتحيه لكم، بون كوراج. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي اه يا بني يا ابني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها محميتها يا ابني من الويلات ما في حدا غيرك بيحميها بيك موصيلك قبل ما مات بلادك صلاة للحب صليها ويا ابني السماء تضحكلك وتحميك وتطل درب العز تمشي والغار كل مواسمه يهديك واختارك الناديل ضواي وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوي دراج ترويها ويوم الرجوع يوم الرجوع لا بلادك تلاقي واختار المجد تروي يابا يابا خطرنا على بالك خطرنا يا هوا كملنا ومالك نحنا يا هوا لا بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوا طيفك يا هوا خطرنا على بالك خطرنا يا هوا كملنا ومالك نحنا يا هوا لا بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوا طيفك يا هوا قلبي صار له مدة تغير لك أنا بدري مين الوحدة بدري الهوى زادوا عم تدق بوابي جاي أغلى حبابي عم تدق بوابي جاي أغلى حبابي عشنا حي الهوى عشنا حي الهوى
اداء متميز العام البقالي. ما حدك باقي معنا سيغ سين؟ نشوفوا راي النجمه المغربيه سهام اسيف. عامر بغيت نقول هنيئه لمدينه طنجة بنجم نجم المستقبل عامر البقالي. برافو. خلات انا جوا كرم يخرب بيتك شحب بيتك، ولكن انا غنقول لك تبارك الله وصلى عن بالك. فوالا على سيام اسيف. برافو الفنان يونس فخار، واش عندك شي اضافات بالنسبه لعامر؟ بصراحه ما عندي ما نقول، سهام قالت كل شيء وباين كل شيء وتبارك الله عليك. وطبيعه الحال نذكر بان الاب ديالو راه فنان ديال مدينه طنجة ومعروف. التفقات على الاب ديال عامر البقالي، احمد البقالي. لاول واحد غنى بالاسباني ديني صوفي بالاسبانيه، وكان عنده مشاركات عالميه. وطبيعه الحال يكون الشبل ديالو والابن ديالو يكون فنان. تبارك الله عليك ونتمنى لك مسيره موفقه. بالنسبه ليا لانه الوالدين وتا انا الام ديالي راه حاضره معايا، فالتكريم ديال الشاب كيكون هو سورتو تكريم الاب. من اين ذاك الشبل ومن اين ذاك الجدع من تلك الشجره؟ هنيئا لك بالابن ديالك. والان مروا الى صنف كوميديا مره اخرى مع زكريا وعادل من مدينه تطوان. انت ما تهضرش معايا. علاش ما نهضرش معاك؟ انت كتبوق كتنسى كلشي. انا كنتبوق كنسى كلشي. عقلتني انت ملي تبوقتي وانت تنشر الجلابه وهي طيح وقلتي الحمد لله اللي ما كنتش فيها. واخا وانت عقلتي نهار تبوقتي تبوقتي، ومني سولتك شحال عندك ديال خوتك شنو قلتي ليا؟ قلت لك عندي 10. مالك اي واخا. وملي قلت لك شنو سميتهم؟ قلت لك كاملين بهم سميتهم محمد الا عبد الله سميتهم محمد. وانت اصلا انت مكلخ. انا مكلخ عاوتاني؟ انت مكلخ. هيدا انا مكلخ الاخر. انا مكلخ. عقلتي ملي دخلنا على الاستاذ ديال الفرنسي هو يقول لك شنو هي نجمه الفرنسي اش قلتي لي؟ فرنسي. اجي بلا ما تهرب اجي لهنا ياش. جاوبته مالك؟ باش جاوبتي؟ قلت له لي طوال. ومن سمعتيها؟ خصك تخدم لي زاباراي. لي زاباراي اجي هادي ندوزوها. ومني قال لك ركبها بجمله مفيده اش قلتي لي؟ جاوبته مالك؟ باش جاوبتي؟ قلت لي لي طوال يرجعوا اللور واللي قصار يزيدوا لقدام. هذا جاوب مكلخ هذا جاوب. وانت انت نهار دخلتي عند الاستاذه ديال العربيه نسيتي ولاش من صافي ما تنغزنيش؟ عقلتي نهار دخلتي عند الاستاذه ديال العربيه وقالت لك شنو كتعرف لا انه واخواتها؟ جاوبتها مالي. انا قول لي شنو جاوبتي؟ قلت لها انا جديد في هذه الحومه ما كنعرف حتى واحد. واخا هذه فتناها. ومني سولتك على كان واخواتها شنو قلتي لي؟ قلت لها مني جينا حنا للحومه مرحلو. كلخ الاخو. دابا انت كتفضحني. كنفضحك. كنفضحك حتى انا. يلا لا عندك ما تسمعش. اجي عقلتي ملي دخلنا عند الاستاذ ديال الفرنسيه هو نيت بلي ما راه كنشاد الجريده في هذا الجيه والقهوه في هذا الجيه. يلا عقلتي خصك غنفضحك. واصلا ما جاش عندي انا. انت من جا؟ جا عند الدراري الاخرين. شكون هذا؟ جا عند التلميذ الاول ديال القسم وقال له وليدي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ انا استاذ كيعجبني الكغامير. وجا عند التلميذ الثاني وقال لي انت وليدي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ انا استاذ كيعجبني الكونجي كيزون. صافي. ومني جا لعندك اش قلتي لي؟ مني جا عندي قال لي شنو كيعجبك في الفرنسي؟ باش جاوبتي؟ لا خصك غنحصلك. قلت له كتعجبني هذيك الكلمه اللي كتقول لي ديما. شنو هي هذيك الكلمه؟ شوفوا انت كيفاش ماشي هذاك الشيء. ويا اسمع خويجك خرج عليا برا. وهذيك راه كنعرفوها هذيك راه هي اللي كتعجبني انايا. مكلخ الاخر انا اللي ديما كنخرج. مكلخ. وانت بلاتي بلاتي. انا لقيتها. انا نحصلك. عقلتي نهار دخلنا لعند استاذه ديال التاريخ. عاوتاني التاريخ. وهي تقول لك بلاتي وهي تقول لك ماذا فعل الرومان عندما ذهبوا الى البحر الابيض المتوسط؟ جاوبت مالك. اشنو قلتي لي؟ قلت لها صبانوا ملابسهم وجففوا تقاشيرهم. يا قطعوا البحر ياك وما قطعوا البحر مالي نكذب عليك. واخا وبلاتي ومني قالت لك ما هو اكبر سد في العالم شنو قلتي لها؟ قلت لها سد فمك خانا الناسو مالك. دابا باغي تحصلني. عقلتي مني دخلنا عندها النيت في ذاك النهار انت ما كنتش انا وما دخل ما دخلاتكش. عقلتي مني سولاتك قالت لك عقلتي في ذاك النهار ياه. وشنو قالت لي؟ يلا لا انت فكرني. ما نقول لكش. واش انا نقصك نفضحك؟ عقلتي مني قالت لك شنو هو اكبر واد في العالم اش قلتي لي؟ جاوبتها. باش جاوبتيها؟ قلت لي واد الحار.
واد الحار وسير ولدي سير جاوبت حتى اللي ما كتعرفش واد الحار التنيل اللي كاين في مصر ماشي هو اكبر واد والميسيسيبي اللي ما عرف فين جا ماشي هو اكبر بحر وبلاتي وبلاتي وتحنا عندنا الميسيسيبي في المغرب لا وعندنا النيل لا تحنا عندنا واد الحار اييه والواد الحار هو اكبر واد في العالم وكاين في المغرب وكاين في الشابون وكاين في الشينوا وكاين في امريكان وكاين في اسبانيون وكاين في سبته وكاين في ايطاليا يلا وكاع ما كنكذب وكاع ما كنكذب تبغي تقول باللي ما حد عندنا واد الحار هنا في المغرب وفي فرنسا وفي اسبانيا وفي امريكا بغيت تقول هو اكبر واد وزايدون ما تهدرش معايا انت ماشي صاحبي انا ماشي صاحبك وانت بلاتي راه انت ماشي صاحبي بلا ما تقدر تهضر معايا صافي كتكون صاحبي في حاجه واحده شنو هي في نار امتحان الله يرضيك الحق كندير هالقطيوط كنكونوا ضرايفين ديك الساعه الحق مني ذكرتي مني ذكرتي الامتحان نتاعو مع الاساتذه امتحانات قرب والله يتقاو بينا وان شاء الله في النقط نتاعو معاهم بلاتي انت ترجع اللور معنا الفوق غادي تكونوا مقدمين فهمت سير باك فقيت تاك الطرف تاعنا نقول غا امين انا نقول امين مورايا وصافي انا سير واخا نبدا انايا نبدا استدنا نسعى وريضاك على نقاطك واقفين ما ينجحنا سواك يا مرضي الوالدين يلا عاود انت نقول امين 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 امين, آمين. امين العوده استاذنا نسعى ورضاك على نقاطك واقفين ما يسقطنا سواك يا مسخوط الوالدين وقل امين امين وقل امين, آمين. بغيت تخرج فيك سير يا ربي الا كان داعي فيا شي فقي امين يا ربي ضرب بندا وجينا تبعلوك اللي مصدروا ليا يا ربي ما اميناش اللي دير فيك راسي المسطي الاخر وراك انت اللي مسطي وانت اللي مسطي دير فيك اجي سمحوا لنا اجي اش نقول لك شكرا شكرا لممثلي مدينه تطوان زكريا وعادل نشوف الراي لجنه التحكيم تفضل استاذ جمال تبارك الله عليكم وتحيه للثنائي ديال تطوان وتطوان معروفه طبيعه الحال يعني عندها الفكاهيين ديالها الواله اللي كانوا في تطوان وكانوا في الشمال كامل هو جبلي وبلدي ما نساوهمش هادو تحيه لجبلي وبلدي من هذا المنبر وكاين صاعدين حتى هما ومن ضمنهم هاد الاخوان هادو تبارك الله عليكم مزيان ما عندي ما نسالكم كان انسجام بعض المرات بعدا دخلتي انت كتهضر في الشلحه في الشخصيه يعني ديالك يعني كتميل للشلحه ومن بعد رجعتي كتهضر عادي لا في الاول خرجوا برا والله ماشي لا لا كاين واحد اللقطه بحال اللي كتهضر في الشلحه وخليني ملي كتعمل الشخصيات ملي كتعمل الشخصيه ديال الطفل ولا شي واحد وهذا مزيان ولكن لا ملي هضرتو بالشخصيه ديالكم في الاول هضرتي بواحد الطريقه بحال اللي كتمين الشلحه ولكن في الاخر ملي ساليتو خليتي نفس الشخصيه ديالك اللي هي يعني كتهضروا نفس انكم استاذ جمال شنو الراي ديالك بما انهم هم ممثلي مدينه تطوان كون كان سكتش باللهجه ديال مدينه تطوان مثلا طبيعه الحال حتى هما خرجوا على اللهجه ديالهم هنا كتبقيناش عارفين هم من مجين ايوا ولا غير قضيه ان الجمهور كيبقى يشك واش انهم لقلوا شي حاجه من شي حاجه يعني هزوها كيف ما هي وحطوها لنا وهذا خطا كبير انتم تبارك الله عندكم السيل ديالكم زيون جيتوا يعني الحك طاح وصاب غطا ولا كيقولوا شي حاجه بحال هكذا يعني مولمين يعني فيزيكمون مزيانين حاولوا تلعبوا على السيل ديالكم بديتوا بالنكات ماشي مشكل ولكن في الاخر بديتوا يعني خرجتوا من هذه القضيه وعملتوا السيل ديالكم مي حاولوا ما تقلدوش حتى شي واحد الشخصيه يعني كتحاولوا بعض المرات تهضروا بالداخليه ولا بديك العروبيه ديال الباديه ديال العروبيه اللي هي اصلا ولات مستهلكه حاولوا تهربوا منها وتبارك الله عليكم وان شاء الله موفقين تبارك الله عليكم زكريا وعادل نتمنى لكم حد موفق نعود مره اخرى لجو الغناء وكناديو على المشارك من مدينه طنجه مره اخرى صهيب المساري مسافر وحدا وفايتني
اللي تبعد عني اللي تبعد عني وتشغلني. على النار الشوق أنا حستان وأصبر قلبي واتمان على النار الشوق أنا حستان وأصبر قلبي واتمان على بال ما تجيني على بال ما تجيني واستنى قلبي وأنان على بال ما تجيني على بال ما تجيني وهستنى تمعني في قربة طمعني في قربك آوي وعدني يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني شكرا. ودابا شوفوا رأي لجنة التحكيم. شوف صهيب تبارك الله عليك، أنا بغيت نقول أن تبارك الله عليك كنتي موفق، عجبني الصوت ديالك والأداء ديالك والحضور ديالك. بغيت نقول لك مسألة بسيطة جدا، هو تشوف ثق في نفسك وقول بسم الله وثق يعني وسير لقدام ما تخافش. ثقة في النفس مهمة بزاف، خصك تكون عارف أن عندك صوت صوت متمكن منه، غير وكان منين تبغي تلعب بالصوت ديالك ولا بالعرب ديالك ما تكثرش منهم بزاف، ما تكثرش من العرب بزاف، وممكن تلعب حتى بميكروفون عوض ما تلعب مثلا بالراس ديالك اولا، يعني باسكو غادي باش يعني باش تلعب بالصوت ديالك حاول تقدر تلعب يعني حتى بميكروفون تقدر تو تستعمله داكوغ. ولكن بالنسبه لي انا شخصيا شفت انا موفق، كنت موفق جدا تبارك الله عليك. بعد الفرقه الموسيقيه كنحييكم، زعما ما دربتوش معاهم وكذلك زعما غاديين معاهم، واخا بان وقع واحد التهريسه ديال الميزان اللي دخلتي فيها، ولكن مع ذلك هما داركوا معاك الموقف وتنتا كذلك دركتي معاهم الموقف، وصوتك جميل وادائك جميل غير العرب. انا مزاوك العرب ما تكثرش فيهم بزاف سينو كيمشي ديك الطعم ديال الغنيه، لانها هي اصلا غنيه اذا سمعتها من عند محمد عبد الوهاب راه تلقاها سليمه كيأديها بواحد داكشي ساهل، ما كاينش شي حاجه سلس يعني ما كاينش بزاف ديال العرب. مي صوتك زوين حضورك زوين، نتمنى بان تكون موفق ان شاء الله. تبارك الله. شوفوا العرض ديال الكوميديين حميد وفؤاد من مدينه شفشاون. اليوم جينا نقدمكم
الشويتار الشويتار الشويتاريو شيطان قرار الميكانيك يحتوي على دكتور ذو طبلية بيضاء يشبه القزار يحمل في يدي أدوات حده يمنع حملها أمام المرضى إي الفرملية هي فتاة جميلة سمراء ذات العينين العسليتين ذو الحنكتين المنتفختين إذ يراها المريض إذ يراها المريض يشفى من مرضه سواء كان القلب أم الزكام وشعب الله الناس عندهم سويتاريو وإحنا عندنا تشبيستا واحد الراجل مسكين نتفستا ونتسباح أمشان المارشي ما بيا ما عليا مشيت قديت كيلو د البرانية الدجال وأنا راجع بحالي هو كيكوز واحد الموتورة عين عنده ثلاثة دروات كيعطيه التوق جامني محروق الرجل شمالان والفخطة جنوبان والبنا شرقان وغربان الموتورة سميرة دخل لي النيموركاترة اش قد دخل فيه هذا خصو إعادة الهيكلة من جديد واحد جدي الله يحسن العون كان كحارف في الصحراء في الاستعمار واحد النهار هو يمرض ودينا على السبيطار الحج عافاك هبط السروال اش كتقول قرب لي الحرارة انا شارجان عيسى محارف الالمان ومعلي العلام في الصحراء المغربية أرجنتينا غابي خو تقول لي هبط السروال لو كان غاشي المرأة بعدا الله ينعل لي خسر لي الحاج سميرة استغفر الله ما قلت والو واش هادي غضرب لي الشوكة هي عاملة بحال رموكة الدكتور اجي اش كاين جبتي لي ديك المصيبة عمل لي برا الشوكة غاحة اطلع السروال يلا هلا مزيان هذا بحارف في الصحراء طاي 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 وانتينا شفتي غا الصحراء ما شفتيش سبيتار دوريجي طاي 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 جمال رأيك في فؤاد وحميد خطيرين تبارك الله عليهم ما عندي ما نسالهم ملاحظة بسيطة هي أن اختاروا الطريقة ديال الخدمة وحدة يعني في حالي كتصدره أنت كهدرته هو يعني كتصدره في تقريبا في حال في حال يا بينها وحدة بتقوبة وحدة لا لا غير باش يكون واحد الاختلاف الجمهور باش يبقى يعرف فين هو فؤاد فين هو حميد خص واحد يكون كيلعب بواحد الطريقه في شكل على اخر وصافي لان الا اخترتوا نفس الطريقه غطيحوا في مشكل هذا ما هي هذا اللعب كان مزيان الموضوع مزيون حاجه واحده دائما في الاختيار ديالكم بالنسبه للمصطلحات وهذا ديك هبط السروال كذا هذا حاولوا نتفاداوها لان ملي كنكونوا في التلفزيون اولا ما كنكونوا في السهره كنحاولوا نخيلوا اننا جالس مع يما واختي وراجلها وولدها ف الفكاهه هي معموله الحمد لله احنا مثلا ملي الناس كيعيطوا ملي كيشوفوا جمال نور الدين في التلفازه الراجل كيعيط يما يتفرج اجي الوالده تشوف جمال نور الدين هذه اللي بغينا ان احنا بالفكاهه ديالنا نجمعوا العائله ماشي نترشوها ماشي تقول هذه الهضره يقلبوا الاذاعه وخسرتي انت ماشي هما وشكرا شكرا جمال كنمر عند الاستاذه سهام كنلاحظ بان الراي الاستاذه سهام مخالف الراي جمال لا مخافي خلينا من الاول حنا دابا فهمتي واش عندك دابا اش كاين هاد الجبلي الريفي ياه انا الجبلي وانا الريفي انا مغاربه لا عرفتي علاش انا كنعقل على سكاتش اللي كنت شفت في يعني في قبل ما باش اختاريتكم انا تاع انا شخصيا كنت اختاريتكم كنت عجبتوني بزاف وداك الفكره ديال مثلا لعبتوا واحد كل واحد ما عرفتش انتم مشاون
ولكن واش بصح يعني واحد جاب لي واحد ريفي ولا غير كنتو درتوها؟ انا من الريف فهمتي حق الشاوك ياك هو يا جاب لي ياك زوينه هذه القضيه. انا شخصيا كنت بغيت زعما بما يعني كان نزيد نمشي في السياق اللي كان اللي قال جمال هو انه الى لعبتوا على هذه القضيه تكون احسن فهمتي. انا واحد كياخذ واحد صبغه معينه رغم انه رجع له واحد الفكره اللي تقالت قبيله بالنسبه للكوميديا انه لا مثلا انت من تطوان لعب باللاكسون باللهجه ديالك لا ماشي بالضروره بصراحه. انا بالنسبه ليا كوميدي يقدر يلعب باللهجات كاملين. احنا اصلا من المغرب كامل من طنجه للقوير احنا كاملين مغاربه الحمد لله. ممكن الجبلي يلعب شلح والشلح يلعب فاسي وفاسي وواحد يقدر يلعب باللهجات كاملين يقدر يلعب حتى لغات اجنبيه لما لا ماشي مشكل. هذا هو الراي ديالي. هنا فين مخالفه معايا مخالفه معاك؟ لا غير مساله ربما ما تفهمناش غير في القضيه ديال الطرح. انا ما هضرتش على انه ما يهضرش بشي لهجه مثلا غادي يمثل شي شخصيه عربيه ممكن مي طلعوا بالشخصيه ديالهم هما الاصليه كيهضروا بالهضره ماشي ديال المدينه ديالهم. هنا فين كيطرح المشكل على ان الجمهور غيشك على انهم كينقلوا ماشي داكشي ديالهم هما. اما مثلا غيمثل فاسي او يمثل طبيعه الحال يمثل احنا في المغرب مثلوا اي واخا يكون كي يعني يمثل تطوان ممكن يلعب اي لهجه. وبغيت نعرف الزنوبه فين هي؟ فين الزنوبة؟ فين هي؟ جوبيدا المهم دو توت لي مانيير نتوما متجانسين تبارك الله عليكم. شفتوا يعني كاين تجاوب مع الجمهور وحتى كاين هنا يعني الدراري صغار كاين اطفال حتى هما يتجاوبوا معاكم بزاف. كنتمنى لكم التوفيق من كل قلبي وكنتمنى التوفيق حتى للمجموعه الثانيه. شكرا شكرا سهام شكرا جمال شكرا حميد وفؤاد. عندك تحدي لجوبيدا ديالي جبتي يا ودي عفريت ايوا جبتو الله يحفظ مع الله يستر يا ربي تخرج الحلامه بخير. قد تشوف يا تلاته ما تخشي بي اش نعمل ما تخشي بيا علاش يكتبني واش ما عنده ثقة فيا وانا حبي انا وضحوا باين وانا حبي انا وضحوا باي وضوح الشمس في نهار جميل وضحوا باي طير بيا مسافر بيا طير بيا مسافر بيا ما عرفت لي العرب حب قدر حب مكتوب حب قدر عندك هذه مكتوب ماشي بيدي حب قدر وحب مكتوب حب قدر وحب مكتوب ماشي بيدي ما تقشي بي اشنا من ما تقشي بي علاش يكذبني واش ما عنده ثقة فيا وما تقشي بي اشنا من ما تقشي بي علاش يكذبني واش ما عنده ثقة فيا وانا حبي يا ناس وضحوا باي وضح الشمس في نهار جميل وضحوا باي وعلاش يكذبني وعلاش عباد الله علاش شكرا علاش ما نفلتوش ناخذ رأي دابا الكلمة ديال السيدة سهام رأيك في جمال
الله وزعود شي راسك سمع سحب لك انا الدو انا تحب كملي ده ديك ما كتعجبنيش يا تدخل ديرك الله يرحم والديك في الموضوع صوتك لا باس به وخصك باقي تخدم صوتك باش يولي مستحسن يا طبيعه الحال لا باس به تبعاني من اللي قريت ولا لا باس بك لا باس بك سمعتني زين دابا هذا الاستاذ سقسى التلميذ ديالو قال له وليدي كتعرف هتلر قال له لا استاذ قال له شتي لك كنتي تبعتي القرايه ديالك كنتي تعرف هتلر شكون هو قال له استاذ اذا كتعرف يوسف قال له شكون يوسف قال له كنتي تبعتي بنتك وتي تعرف يوسف شكون هو شكرا او ما عملتش لا مازال نجم الاغنيه المغربيه ولكن نجم الكوميديا المغربيه بنت الحال اخي كيعجبني نشط مره عندك ثقه وراه غدا الصباح عامل فيديو كليب في السطح غيتصور بالبورطابلات تصفيقات حره على جمال شكرا لك تحيه لجمال وعلى الجينه على الجينه عويش اللي بغيتو على الجينه على الجينه عويش اللي بغيتو على الجينه على الجينه تشوف يا ديك الهجاله ياك طلقنا شدك على شي انتخابات الهجاله يا اختك انا كي علاتك في مشيتي تابعك شاشره اي تعلمتي تدويه انا ما غاديش ندوي معاك انا غادي ندوي مع البوبليك بونجوار تو لو موند دابا انت تعايليني سامي قدي في الفرنسي خليني نعطي المخطط ديالي انا جيت ترشحت اليوم باش نطلع البلاد وانا ما فياش الكذوبه انا ما كنكذبش انا ماشي غادي نقول لكم لا ترشحتوا عليا غادي تبقاو تشوفوني انا اين فوا نطلع ولا لستو شفتوني بالله وما تخافوش لا مال فلوسكم في الصندوق الصندوق اسمعوا في الصندوق فلوسكم في الصندوق انا ما ترشحت غير باش نهنكم خيبوا عاد ديال الدوار او المساواه تفش لغم او وبزاف انا شعلان العلي العظيم غادي نطلع للسويد غادي نجيب حبه من بياسه وغادي نبرع الناس ديال الدوار وانا شعلان العلي العظيم غادي نجيب لكم لا توري في الدوار غادي نجيب لكم الارنبات وداك الشيء وغادي نجيب لكم حتى الترامواي هاي على الترامواي ويلي 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 باش بنتي ما تقول قال لك الترامواي هي هذاك راه طرا الموت يدوس فيكم واحد مول واحد هذا باغا يديكم عيالاتكم يخليهم هجلين اخواتي اشوفوا العيالات انا ويلا انتخبتوا عليا ما نقول لكم بزعطه ويلا خليني ندوي بزعطه انا ويلا انتخبتوا عليا تعيشوا لا في ديا بكل حريه أتهنى أم المستاج والزغب صفة نهائية قرصة وحدة من جرادة اليتيمة والنحلة المحرومة أتوليو كل حمامة الفتية دابا هاد بالجهل الآخر غادي يحكم فيكم توما وتسيري حاربي الأمية وخلينا حنا تحنا نحاربو خليني نكمل البرنامج ديالي وانتوما لاش صدروا على التلوث والأزمة لاش حنا نعيشو فوق الأرض ما نعيشوش مع الفيران وين تخون القادوس كاع راه بعدا نتهناو من الفيران ومن سراق الزيت بعدا يدير فايت يدير فايت مالو عندو شي حاجه في راس مالو اشوف هذاك الزكاع هذاك جا طارو جمعنا خنوختك راه كتدير لنا تحيه السلام هاي بالجال الاخر تسيري دابا انا سمعتك درتي محاربه الاميه في الدوار كاينه ولا ما كايناش سمعتك دابا نتوما تفهموا الحرب هي حنا شنو نديروا شوفوا الرجال الدرعين ينوض يهز الفاس يحارب حاربنا في لاندوشين حاربنا في غادي نبداو نحاربوا سياسيا ان شاء الله العلي العظيم ولي تدبي بحالهم ومالك مشيش الكرافاطة وانا ان شاء الله العظيم لا ترشحوا عليا وطلعت اول حاجه غادي نديها هي غادي ندي القمر مول الطربوش الاحمر اسمع داك الحمير اسمع داك الحمير سمعني مزيان انا توحين ما عرف خنزق قدي انا القملات اللي في راسك حسبهم 11 فئه التقنيه والمدربين كاملين تحت السيمه ديالي عندك جوج قملات حمر وثلاثه خضر وربعه شي كولور جوج بنخطوطين جوج مش نخطوطين بالرد وجوج اخواني داكشي اللي مقابله على الخنز شوفي انا اش مقابل انا مقابل الانتخابات والتصويتات والتشريعيات شتوا عباد الله قولوا لي هتدوي شحال عاطيك في الصداق شحال ما تقدش تدوي عطيها 4000 ريال عباد الله بالكريدي
100 درهم كل 3 ايام مازال فيها نخلص الى يوم الدين ان شاء الله العظيم. بغيتي الفرشه؟ ها الفرشه جاتك سخونه. وعباد الله و15 عام وانا مجوج بها، كل ليله كنقول تقولبت تقولبت، اليوم بدات تاكد. خليني ساكته خليني ساكته، يا داك الصقع يا داك وجه طارو ما تحشم. ايه يا قلتي خليك ساكته، يا قلتي خليك ساكته، وسكتي وسمعي سمعي للراديو، غادي يعلنوا على الفائز في الانتخابات. اسكت نتايا يا المسخ الاخر، اسمعي للراديو دابا. دابا الصراحه الله كان خصنا نخدموا الاوديو، ولكن انا هو الاوديو، انا ماشي اوديو. انا الفائز في الانتخابات هو الملياردير الجديد ايوب الشايب. وعدي انا مشالي زماني انا انتخابات. مش داني شي انتخابات ولا شي موضة، كاع كعيت هنيت في داري بالناقص، كاع مشي انتخابات ولا حميق الراس انايا كاع. حميدة حميدة مشاو انتخابات، مشا زماني صدقة بالله لهاد المسكينة، صدقة بالله لهاد الدرويشة، وهادي النهاية لي. كانوا معنا اخر متسابقين في صنف الكوميديا، وكننتقلوا الى راي لجنه التحكيم مع الاستاذ جمال. برافو. ايوه مزيان. تبارك الله عليكم. انا فاجئتني هذه القبله، هذه فاجئتني. انا كنعرف عرفتي حشو بيا بزاف، تبارك الله خرج منا العجب، صفقوا لي بحراره. المهم هو السكتش ديال الانتخابات، كل واحد كيفاش كيتناولوا، غير وكان بان شويه حنان ضغط شويه على 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 ايوب في الهضره، بعد مره كيبقى ساكت، وهذا اللي جعل ان وقيل الحوار بحال اللي ضاع منكم وهذا، ولكن رجعتوا مي كيأثر شويه على حسب لاحظتوا حتى الجمهور، يعني بالنسبه لي كاك اللي الضحكات اللي تسمعوا ما كانوا قلالين. هو السكتش مزيون، اللعب كان مزيون، ولكن كان شويه الانسجام كان ناقص، هادشي اللي كاين. وتبارك الله عليكم وحد موفق. الاستاذه سهام هي عندها مداخله، بقاو معنا. بقى الاستاذه سهام عطينا رايها. انا فرت البلاستيك جاب بلاستيك. حيحتي عليها في الاول قبل ما يبدا سبيكتاكل، ومن بعد حيحات عليك في السبيكتاكل. بغيت نهني حنان، وخا بيان سور كاين يعني كاين شويه ديال الارتجال، لا بالنسبه لك ولا بالنسبه لي، كاين مره كاين شويه ديال الارتجال، غير هو كان خصو يدار يبقى دائما في السياق ديال العرض. واحد الوقت معين ايوب انا غادي نكون شويه قاصحه، يعني شويه ماشي بزاف، ولكن انا ملي كيعجبني الواحد كنبغي يعني بحال اخوك الصغير كتبغي تربطو شي شويه باش المره الجايه يكون احسن. انت في العرض وص من العرض وخرجتي من العرض، انت خرجتي من البيرسوناج ديالك، كتشوف وما عرفتي شنو، مش خرجتي عاد عاوتاني رجعتي لتما، نو تكونسونطرا مع العرض ديالك، تسالي العرض ديالك عاد شوف فيه وعاد قول لي شي حاجه، ولا عاد قول لي انا نو با دو تو، انت داخل العرض ديالك بقى فيه. كنظن عندكم واحد الحاجه زويونه بيناتكم جوج لو لعبتوا عليها من بعد، يعني هاد يعني جو سي با الجمال غادي يعرف اكثر مني، الا استغلوها ربما في الموضوع الجاي. وبالنسبه للكتابه خصكم تحضيو لانه غتبقاو ترتجلوا، ما يمكنش الكتابه خصها تكون تحضيو معها بزاف، وكما قال لي كانوا ناقصين يعني حتى التفاعل ديال الجمهور، حتى ماما فحال غير كنتفرجوا شي حاجه اللي هي ترفيهيه عاديه من الانشطه الموازيه اللي كنديروا في المدرسه. راك دابا لا، دابا ننتقلوا لواحد المرحله اللي هي مهمه خصكم تحضيو معها، يعني كنتمنى انه المره الجايه خدموا الموضوع ديالكم تكونسونطراو اكثر. حنان انا عجبتيني، رغم انك خصك تزيدي تختمي شي شويه، ولا غلطتي ما تضحكيش، الا غلطتي ولا مشات لك شي حاجه ما تضحكيش، ولا بعض المفردات ما تقالش كما قال الاستاذ جمال قبيله، بعض المفردات حضيو منها ما تقالش في يعني سيريا هذا يا حضيو، لانه بعض المرات كيكونوا عائلات وهذا، يعني الواحد يحضي مع المفردات اللي كيستعمل في العرض ديالهم. مي سينو تبارك الله عليكم. ايوب ضحك ضحك شي ضحكه، ضحك ابتسم اي ابتسم، المره الجايه تكون احسن ان شاء الله. كيفاش تقدروا تفضلوا معنا؟ تقدروا تفضلوا. كانوا ملاحظات قيمة من طرف لجنة التحكيم، والآن نرجعوا إلى أجواء المسابقة في الغناء مع آخر مشترك اللي هو خالي العسري ممثل مدينة طنجة.
حيلي في القمر يمين ولي يا حلو ساعة ما شاف حلي في القمر يا قمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك في البعد لا بعدك ولا ابنك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا روحي الدواء بين الجفون طل الهوى بأحلى عيون قل الدواء بين الجفون السحر غاب بألف لون والشعر غافي عكتافي عين عين عيني على الهوى في الدحل لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافك يا روحي شكراً لا فرانشمون تبارك الله عليك خالد عسري تبارك الله وصل عليك كيفاش لعبتي بالصوت ديالك كيفاش طلعتي كيفاش نزلتي الاختيار ديال الاغنيه كان موفق جدا طربتيني شخصيا انا تطربت الصراحه شكرا بزاف شكرا شكرا سهام الرائد الاستاذ يونس فخار الصراحه تبارك الله عليك ما عندي ما نقول يعني صوتك الاداء ديالك العرب واخا التزويقه كديرها في ساعتها كتخرج تنفس كانت في الاول كان تنفس لانك كنتي كتزوق شويه ولكن ما كتلحق الكلمه الاخرى حتى كيكون يلاه لحقتي واحد شويه التنفس ولكن شكراً على العموم تبارك الله عليك شكرا بزاف شكرا لجلسه التحكيم استاذ جمال تفضل بحال اللي كنشوف شي واحد اللي هو محترف ماشي متسابق ماشي هاوي تبارك الله عليك كنتي في المتساواة الله يوفقك شكرا بزاف شكرا هذا شرف شكرا لجلسه التحكيم شكرا خالد العسري خالد العسري كان اخر مشارك نعم استاذ ماشي الوحيد اللي محترف لانه سبقوا الناس اخرين تما متسابقين تما كانوا في المستوى هو كيزيد كياكد انه نجم الجهه يعني برنامج يستاهلكم وتستاهلوا فرانشمون شكرا شكرا استاذ سهام اذا خالد العسري مشاهدينا كان اخر مشارك في البريم الاول من برنامجكم من نجم الجهه خليكم على نفس القناه باش نتابعوا النتائج بعد الفاصل كاب راديو من الشمال للجنوب مشاهدينا على قناة زومسات مرحبا بكم مرة ثانية وأخيرة هذه المرة باش نعلنوا على النتائج ديال البرايم الأول الأكبر مسابقة لاكتشاف المواهب نجم الجهة استمتعنا كانوا أصوات متميزة ولكن قانون المسابقة هو هذا ديما واحد رابح وديما واحد ما حلفوش الحد قبل ما نمروا الإعلان عن النتائج نبغيو ناخذوا رأي لجنة التحكيم في المشاركين عامة ديال البرايم الأول نهضر يعني اون جينيرال كانوا أصوات متميزة وكانوا أصوات يعني جيدة وأداء جيد وكاملين بهم من اللي وصلوا لهذا المرحلة راه وصلوا بأنهم لواحد الطريق اللي بزاف ديال الشباب كيحلموا بانهم يكونوا مع يعني في المسرح ويقولوا لهم واحد يعني النصائح اللي يقدروا يعني يفيدوهم الاساسيد في الطريق ديالهم ويكملوا المشوار ديالهم اللي نقولوا وطبيعه الحال تشاطرني استاذه سهام على اساس الناس اللي ما حالفهمش الحظ بانهم ماشي هذه هي يعني النهايه بالعكس هي هذه هي البداية ونقول بأن كنت مريت أنا عاوتاني من تجارب كعازف وكملحن كنت كنمر بالتجارب بالرغبة القوية اللي عندي
حاولت بأن نزيد القدام وبأن الأعمال بزاف نشتغل فيهم مع فنانين. شكرا. لهذا كنصح بأن هادوك اللي ما حالفهمش الحظ يتابعوا، وهاد المرة الدورة الأولى هي دازت، يقدروا يشاركوا المرة الدورة الثانية بأنهم يحالفهم الحظ عاوتاني. شكرا أستاذ يونس. رأي الأستاذة سهام أسيف. إذن بغيت غير يعني غادي غنمشي في نفس السياق ديال الكلام اللي قال أخو الزميل يونس، أنه بصراحة أنا شخصيا ماشي تحرجت، ولكن يعني لقيت صعوبة في أنني كاين بزاف ديال الطاقات والمهارات والقدرات اللي شفنا اليوم بصراحة من المدن كاملة، لا من حسيمة ولا من الشاون ولا من طنجة ولا من تطوان ولا من العرايش، بصراحة يعني تبارك الله عليهم كاملين، يعني المتابعين كاملين اللي حضروا معنا اليوم. بالنسبة لي كان الشرف أنه نحظى بهذه الفرصة أنني نمشي يعني نحكم اليوم، ولكن نقول رأيي فيهم يعني بطريقة شوية محترفة، لأن ربما عندنا تجربة أكثر. خدينا البعض اللي هما ماشي البعض، خدينا الأقوى، خدينا لي ميور، وبالنسبة لي حتى شي واحد ما يتقلق، بالعكس المشاركة ديال الثاني اللي ما تخادوش اللي ما حالفهمش الحظ كانت مهمة بزاف. اللي غادي ممكن نصحهم أنهم يدربوا نفسهم أكثر، ونعطيهم موعد للدورة الثانية إن شاء الله بحول الله، يبقينا في الحياة. نجم الجهة، هذا البرنامج هذا بصراحة أنا شخصيا عايشة في طنجة، وخا كنسافر بزاف على ود المسيرة الفنية ديالي وكنرجع لطنجة، لقيت أنه بصح نية الشباب والطاقات ديال الشمال خصهم فين يفجروا الطاقة ديالهم، خصهم فين يعبروا، لا بالنسبة اللي كيغنيو الراي، لا بالنسبة اللي كيغنيو الأنواع كاملة ديال الغناء، لا بالنسبة اللي كيديروا الكوميديا، لا بالنسبة اللي كيدير الشعر، أو اللي كيلقي مثلا عنده غير واحد الفكرة معينة بغا يلقيها بغا شكون يسمعوا، لأن لما سمعناش ليه وما سمعوش هذا وما سمعوش هذا، إلا مشى غدا ولا بعد غدا ربما وفجر داك الطاقة وداك الإنرجي اللي عنده في حاجة أخرى فما نلوموش. فيعني نجم الجهة هذه مبادرة جميلة جدا، وكنتمنى أنه من هذا المنبر هذا يعني سعادة الوالي وسيد العمدة ديال المدينة ديال طنجة، لأنه طنجة هي اللي احتضنت هذا البرنامج، أنا شخصيا كندعي هاد الناس هادو أو لا أدعوهم أدعوهم أنهم يعاونوا مثل هاد أنا شو العفريت نتايا، كنتمنى أنهم يعاونوا في حال هاد البرامج وفي حال هاد يعني في حال هاد البرامج هادو، وكنشكركم الشكر الجزيل. شكرا استاذ سهام. جميل كلمه الكوميدي ديالنا جمال. المهم بالنسبه للاخوان اللي شاركوا من صنف الكوميديا تبارك الله عليهم كاملين، وبغيت شي تصفيقه عاليه جدا عليهم كاملين. اللي فاز راه ما خصوش يفرح بزاف، واللي طار ما خصوش يتقلق بزاف عاوتاني، بالعكس باقي الامل قدام، وباقى مجموعه ديال الحمد لله في الوقت ديالكم راه كاين مجموعه ديال البرامج فعلا الصعيد الوطني، سواء في الغناء سواء في الكوميديا، الله يوفق الجميع وتحيه للجميع. شكرا من لجنه التحكيم. باش نعلنوا على الاسماء ديال الفائزين في صنف الغناء غنبداو بهم هما الاولى، ونادي على الفائز أو الفائزة الأولى أو الأول في صنف الغناء، ونادي على انتصار كسكسو. الفائز أو الفائزة أو الفائزة اللي أتمر معنا المرحلة المقبلة هو أو هي عامر البقالي. عامر البقالي، الفائز أو الفائزة المتأهل إلى الدور النصف النهائي من مسابقة نجم الجهة من بعد انتصار كسكسو وعامر البقالي. ونادي مشاهدي الكرام على حسين تيفي من مدينة تطوان. مازال معنا مشارك آخر
خالد العسري. بالنسبة للبرايم الأول النتائج كانوا 8 ديال المشاركين في القانون ديال المسابقة، كانوا غيتأهلوا 4 وغيتقصوا 4. بما أن الأصوات في المستوى متميز بالنسبة لهذا البرايم، فلجنة التحكيم قررت أنها تضيف فائز آخر. يا الجمهور الكريم، مشاهدينا الكرام، أنادي على آخر اسم فائز في البرايم الأول، أنادي على صهيب مساري. سيف الكوميديا كان عدد المشاركين أقل من الغناء، فلهذا أنا متأكد بأن لجنة التحكيم لقت صعوبة كبيرة أنها تختار المتأهلين لنصف النهاية، لأن المستوى ما كانش متباعد، كان هناك تقارب كبير في المستوى. أنادي على الثنائي الأول الفائز في صنف الكوميديا، حميد وفؤاد. كنادي على الثنائي هنا ومعاد. ننادي على ممثلي مدينة الحسيمة، أمين وأحمد. تبارك الله عليكم كاملين، هادو هما ثنائيات اللي تأهلوا معنا البرايم الجاي. الحلقة ديالنا وصلت للنهاية، كنضربوكم موعد البرايم الجاي، ترقبونا على قناتكم زومسا تي في.